مرحبا، بتمنى تكونوا بخير. وانتو عم تشوفونا اليوم وصفتنا كتير سهلة وبتبورد بالشوب. رح نعمل سوا كيكة الجلو بالكستر، كتير سهلة، مكوناتها بسيطة، موجودين بكل بيت، واقتصادية وما بتكلفنا ابدا اشياء غالية. بكل بساطة قدرت اعمل معكن. هلأ رح نتعلم سوا كيف نعمل اطيب قالب من الجلو بالكستر. تعالوا نشوف سوا كل أسراره وتفاصيله وبكل سهولة، حتى للأشخاص المبتدئين فيهم يعملوها من أول مرة بتنجح معهم. أول خطوة رح أخد عندي هون صينية تشيز كيك. أي صينية فيكن تستعملوا، ما شرط تكون تفتح عن الجنب مثل صينية التشيز كيك. رح أحط فيها بسكوت من بسكوت شاي. وهون بحب شير لشغلة إنه فيكن تستعملوا أي نوع بسكوت أنتوا بتحبوه، بس حبيت اختار بسكوت الشاي. حطيت منه طبقتين وكمان كمية البسكوت حسب ما انتو بتحبوا. فيكن تحطوا طبقة واحدة او حتى فيكن تحطوا ثلاث طبقات. من بعد ما حطيت البسكوت بكعب الصينية بهيدا الشكل، رح حطه شوي على جنب. ورح اخد طنجرة ورح حط فيها 5 كبايات من الحليب السائل، وكمان الحليب مطلوب يكون بدرجة حرارة الغرفة. ورح اضيف فوقه 1/2 كوب او حوالي 3/4 كوب من السكر. بحبها تكون شوي حلاوتها ظاهرة، بس السكر حسب ما انتو بتحبوا. عندي هون بودرة الكستر بنكهة الفانيليا. رح حط 8 معالق كبيرة من الكستر، بودرة الكستر. واذا مش متوفرة فيكن تستبدلوها بالنشا، نشا الذرة مع الفانيليا، بس طبعا بودرة الكاسترد بتعطي نكهة اطيب. رح قلبها شوي صغيرة على البارد بس لأتأكد انه بودرة الكاسترد ما عملت اي تكتلات معه. هلأ رح حط الطنجرة على النار ورح استمر بالتقليب لحد ما الخليط يبلش يتماسك عندي ويغلي. بس يبلش يغلي عندي الخليط يعني صار عندي الكاسترد جاهز. مثل ما شايفين بلش عندي يغلي، يعني صار تمام. رح طفي النار ورح شيله عن النار ورح أبلش اسكب شوي شوي تدريجيا خليط الكاسترد هو وسخن. أكيد أهم شي نلحق حالنا ونسكب الخليط هو وسخن، بس ما بندلقه دلقة واحدة منشان بس البسكوتات ما يتغير محلهم. من بعد ما بلشت نزل تدريجيا ومدهم بالصينية بهيدا الشكل، رح أعبي كل الصينية. هلأ بقي شوي صغيرة، هلأ صار فينا ندلق الباقي لأنه أخذ محله الكستر من تحت. مثل ما شايفين من بعد ما نزلت الكستر كلياته بالصينية، هلأ عندي هون خطوة اختيارية. رح حط من قطع البسكوت اللي حطينا منه بالكعب، وفيكن تستبدلوا البسكوت بالفريز إذا عندكن فريز أو أي نوع فواكه انتو بتحبوها، بس حبيت انا زينها بالبسكوت. مثل ما شايفين البسكوت طبعا كمان اختياري، فيكن تحطوا بسكوتة واحدة او اكتر حسب ما انتو بتحبوا. هي مجرد للزينة. هلأ من بعد ما حطيت البسكوت صار عندي تقريبا الحلو قرب يخلص. رح حطه شوي على جنب. وعندي هون علبة واحدة من الجلو بنكهة الفريز. رح اخد 1 كباية من المي السخنة، اهم شي المي تكون عم تغلي. ورح اضيف فوقها بودرة الجلو بنكهة الفريز. اذا مش متوفر الفريز فيكن تستبدلوه بالكرز او التوت، مهم يكون لون احمر ليعطي فرق اللون مع الكاسترد الاصفر. من بعد ما قلبتهم كتير منيح لبودرة الجلو مع المي السخنة، هلأ رح ضيف عليها 1 كوب من المي بدرجة حرارة الغرفة أو بارد شوي ما في مشكلة. ورح حركهم كتير منيح لحتى أتأكد أنه بودرة الجلو دابت معي مزبوط. هلأ رح أخد الصينية اللي حضرناها سوا، بتكون بلشت تفتر معنا، بلشت تبرد. رح صب
خليط الجلو بس شوي شوي، ورح صبه فوق البسكوت، ما رح نزل الخليط الجلو فوق الكستر مشان ما ينزعل الطبقة يلي من فوق ويبطل مالس معي الكستر. مثل ما شايفين عم نزله شوي شوي فوق البسكوت، وبتلاحظوا ممكن البسكوت يتحرك معنا شوي لأنه الخليط الجلو بعده سائل كتير، ما في مشكلة لأنه ممكن تتش وتطلع، بس يجمد الجلو بيرجع كل شي محله، ما تعتلو هم أبدا. هلأ رح حطه بالبراد على القليل ساعتين ليسقع على الآخر. من بعد تقريبا ساعتين ونص بالبراد، وإذا مستعجلين عليه فيكن تحطوها نص ساعة بالفريزر، جمدت وصارت معي جاهزة لتتقدم، بتجنن وكتير لذيذة، بنصحكن كتير تجربوها. هلأ قبل ما نفتح القالب أهم خطوة إنه نمرق طرف السكين على داير الصينية كلياتها، وممنوع نفتح الصينية قبل ما نتأكد إنه مرقنا السكينة على كل الأطراف لأنه بينتزع شكلها وبتنشق من النص، ونحنا ما بدنا هالشي يصير. بس اتأكد إنه كل الأطراف مرقت عليها السكينة. هلأ صار فينا نفتح القالب، نفتحها شوي شوي مثل ما شايفين بحذر، ومنشيلها بهيدا الشكل. مثل ما شايفين شكلها بجنن وريحتها كتير كتير حلوة وسهلة مثل ما لاحظتوا، سريعة واقتصادية، مكوناتها كتير كانت قليلة. حبيت قصها سوا لحتى أرجيكم من جوا كيف شكلها بكل سهولة. طبعا هيدي بتتقدم باردة، كل ما كانت باردة كل ما كانت أطيب وأطيب. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتي لليوم اللي هي كيكة الجيلو بالكاسترد. طبعا الكاسترد فيكن تستعملوا أي نكهة أنتوا بتحبوها. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهالوصفة، كتير لذيذة بتبورد بهالشوب والكبار والصغار بحبوها. وإذا عندكن أي اقتراحات بشأن أي وصفة باردة خارج الصيف بتمنى تكتبولي تحت الفيديو بصندوق الوصف، تحت الفيديو بكومنت، لحتى نعملها سوا. وأنا بشوف